الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية شراء وإعطاء اللبن في المنام للفتاة العزباء للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تفسير شراء وإعطاء اللبن في المنام للفتاة العزباء. رؤية الفتاة العزباء لإعطاء اللبن في الحلم يشير لسماع أخبار تسعد قلبها في القريب العاجل، سواء كان نجاحا في دراستها أو اقتراب زواج من رجل صالح. رؤية الفتاة العزباء لإعطاء اللبن في الحلم يدل على اتسامها بالأخلاق العالية وحب الناس الشديد لها ومساعدتها للآخرين. رؤية العزباء لإعطاء اللبن الفاسد في الحلم يشير لوجود العديد من أصدقاء السوء في حياتها يتمنون لها الأذى والسوء. تفسير إعطاء اللبن في المنام للمرأة المتزوجة. رؤية شرب اللبن في الحلم للمرأة المتزوجة يشير لقوة العلاقة بينها وبين زوجها وحبهم الشديد لبعضهم وزيادة رزق زوجها. رؤية المرأة المتزوجة لإعطاء اللبن في الحلم يشير لرجوعها لطريق الله والبعد عن طريق الذنوب والضلال. رؤية المرأة المتزوجة للحليب في منامها يشير لرزقا قريبا بحمل جديد. رؤية اللبن الفاسد في المنام للمرأة المتزوجة يدل على وجود خلافات قوية مع زوجها قد تعرض حياتهم للخطر. تفسير رؤية إعطاء اللبن في المنام للرجل. رؤية الرجل لإعطاء اللبن في الحلم يشير لاستقرار الحياة الأسرية وصلاح أبنائه وحبه الشديد لزوجته. إعطاء اللبن في المنام يشير للخير والرزق الكثير للرأي وحصوله على فرصة سفر تغير حياته في القريب العاجل. رؤية الرجل لشراء اللبن في المنام يشير لرزقه قريبا بحمل زوجته التي يسعد معها. رؤية الرجل لإعطاء الحليب في الحلم يدل على حب الناس الشديد له ووجود أصدقاء كثيرين مقربين منه. رؤية الرجل لشراء اللبن في المنام يشير للبعد عن طريق الذنوب والمعاصي والتقرب لله سبحانه وتعالى. رؤية الرجل لشراء كميات هائلة في الحلم من اللبن يدل على امتلاكه لثروة كبيرة تغير مسار حياته. والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.